السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، أهلا وسهلا. اليوم إن شاء الله غندير جوج طرق ديال الطياب ديال اللحم ديال الراس أو لا الراس ديال الغنمي، جوج ديال الطرق ديال الطبخ ديالو. واحد الطريقة الأولى الطريقة ديال التفوار ديالو، بالنسبة ديال ورقة موسى كنرمي ورقة موسى في البرمة مع الماء الكافي باش تفور الراس. زدنا ثلاثة ديال الفصوص ديال الثوم في البرمة اللي غادي طيب عليها الراس، جوج زريوس ديال الغنمي مقطعين مغسولين وخليناهم تسقطرو واحد شوية، وغنتبلوهم كالتالي. واحد شوية ديال الكمون، مليحة، والأعشاب، واحد المجموعة ديال الأعشاب مخلطة، الأعشاب ديال القطبان، توابل ديال القطبان كنديروها مع الراس كيجيو المذاق ديالهم زوين. صافي، وكنتبلو هاد اللحم ديال الراس قبل ما نحطوه يتفور. كندوزو عليه كامل بنفس الطريقة وكنحطوه يتفور. وندوزو الطريقة الثانية إن شاء الله. صافي، كنديرو في الكسكاس. وندوزو الطريقة الثانية إن شاء الله ديال طنجية براس الغنمي، الأخت ديالي اللي دارت هاد الطريقة هادي. صافي، كتشرمل داك اللحم ديال الراس كلو وكتعمرو في الكسكاس، وكنغطيو عليه مزيان، كنزمتو عليه مزيان وكنخليوه يطيب. هادي هي الطريقة ديالنا المغربية، طريقة شوية مبتكرة، خصوصا أننا كنديرو الأعشاب المنسمة اللي هي ورقة موسى والثومة في الماء ديال التفوار، وكنحطو ورقة موسى أيضا مع اللحم ديال الراس وهو متبل بالتوابل اللي ذكرنا من قبل. والان اخواتي غادي نوريكم واحد الطريقه ديال التحضير ديال الطنجيه. طنجيه باللحم ديال الخروف، جوج ريوس مقطعين ديال اللحم خروف مغسولين مقادين، جوج معالق صغار ديال السمن، سته الفصوص ديال الثوم قشورهم كما هما صاينين، حمضة مصيرة مقطعة على جوج، الزعفران الحر طبعا واحد شوية الزعفران الحر. طريقة كتجي لذيذة في اللحم ديال الغنمي، طنجية ديال اللحم الغنمي، واحد شوية ديال السكنجبير. واحد شويه ديال الهريسه اولا السوداني اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش اختياري عادي، اللي كيعجبو الحار يديرها، اللي ما كيعجبوش ما يديرش. والخرقوم عواد واحد شويه، نص معلقه صغيره مثلا، والكمون، الكمون كنكثروا منه، الكمون تقريبا معلقه صغيره، حيت جوج ريوس ديال الغنمي يعني راه كميه لا باس بها. والقزبر مطحون، قزبر يابس مطحون نص معلقه صغيره، ومليحه طبعا. مرقو على حسب طبعا اللحم ديال الراس واش صغير ولا كبير. بالنسبه مهم عينكم ميزانكم، كتمرقوا تقريبا اترو لارو
وكتمهلوا العافيه متوسطه، ماشي بزاف وماشي مهيله بزاف، العافيه متوسطه، وكتخليوه يطيب حتى كتوكح المرقه ديالو. الا حليتو لقيتوها باقي ما نشفات، كتحيدوا الصفاره وتخليوا المريقه تنشف حتى يوكح، وكيطيب طبعا وكيجي لذيذ. غصه زوينه، كنتمنى ان شاء الله تجربوها، ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم ديال هاد الاطباق بجوج ان شاء الله. وهذا الطبق ديال الحمر الراس مفور اللي نسمناه بورقة موسى، كيجي ريحته غزالة، وكتبدل الريحة ديال اللحم ديال الراس، كتعطي واحد الرائحة شهية وزوينة.